بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. وما كانت أمك بغيا، ومر بنا كلمة بغي، وقتل سيدة مريم دافعت عن نفسها بحضور سيدنا جبريل عليه السلام. قال إني، نطق نبينا عليه عيسى عليه السلام في المهد، قال إني عبد الله. شوفك الانتساب، عبد الله. Je suis une créature de la part d'Allah. Et je suis en totale soumission à mon créateur. إني عبد الله. أتاني الكتاب، أي الإنجيل، Gospel، وجعلني نبيا، وأعطاني دور النبي. هما يرضوا باش يكون فما نبي غير نبيهم. وما لهم حتى نبي، حتى نبي ما منهم سيدنا ابراهيم عليه السلام، ما لا كان يهودي ولا نصراني، وما يعترف بالمجرمين ابدا، يعترف بنا كمسلمين. اما اليهود النصارى اهل الخساره لا يعترف بهم ابو الانبياء عليهم السلام الاكثريه، ولا نعترف بهم كذلك من اهل التوحيد ابدا. ليس هناك توحيد لا عند اليهود أهل الجيف، ولا عند النصارى أهل سوء الأدب مع المولى سبحانه وتعالى. وربما سيأتي الحديث في هذه الجلسة عن بعض الحواري les disciples du Christ qu'on appelle d'Allah soit sur lui et que l'agrément divin soit leur part. معنا كانوا تجرؤوا على الله، إذا كان يا عيسى، إذا كان كذا كذا، فلينزل علينا ربك مائدة من السماء. كنو في ديسمبر، une table servie par ses ordres pour nous témoigner que vous êtes vraiment véridique dans ce que tu ne cesses de le dire que tu es un prophète divin de la part d'Allah. نبي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، يعني جرت كل خير وبركة، مباركا وعلى أن المؤمنين حقانين ذكور أي نفح ندخل أي سوق تلقى الكتاب إلا مكان ينقف عنده واللي ربي قدرنا باش نشيلوا منه حاجة اللي تتكدس الناس، وهذه حاجة تميزنا عن بقية الناس. ويشهد بذلك من شهد تلك النعم الإلهية حين نمد يدينا ولا نطلق لساننا بذكر الله وبطلب حلالا من أي تاجر كان يعاني الكساد ربما مدة أشهر، ولكن بفضل المولى علينا فانفتح باب الخير والرزق حين انطلقنا مؤمنين بالله وشاكرين لأنعمه ومدينا يدينا وعطينا مال حلال اللي منشوف الإنسان التاجر ذاك البايع ذاك وربما عمره ما رأى مال فيه بركة كالمال الذي تناوله منا. وهذه من مظاهر تمييز الرحمن لنا أهل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول وأوصاني بالصلاة، دائما الصلاة يوصي بها المولى أهله، يكونوا أنبياء، يكونوا رسل الكرام عليهم السلام، ويكونوا مؤمنين أتباع الرسل الكرام عليهم التسليم. يقول وآتاني، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، أي قدر لي أن أكون مبارك، أن بورت بونور، ما دمت حيا. خضر وخيم جي ببركات كثيرة منها، نحن ننتفع بتلك البركات المصاحبة له، أي سيدنا عيسى، مش يكون قدومه ونزوله بركة على من آمن بالله وآمن برسول الكرام عليهم السلام. والسلام علي
أيوة قال وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا متعرضا لأن جبار التيران شقيا أي جامعين يعني جامع إتي بينور والسلام علي إلى بيد الله اللي أكوردي بر الله دومو ننتري والسلام علي يوم ولدت وجور de ma naissance, voyons ma mout, le jour de ma, mon, ma mort, madame Chikoun, ayem le moukbila, inshallah, voyons ma obad wa hayen, halan sonobas, ahia, lil hisab, wa bathuna, mouhair tamaman, li bathi adaina, ikoun mounafkin, kavrin, mouchrikin, raibin, mulhidin, kolum, بعضهم يكونوا مصحوب بالشقاء والندمات التي لا تفيدهم في شيء نسأل الله أن نكون شاكرين لأنعمه بسبب ما ذكرنا وبكل سبب من آخر يعلمه الله ولا نعلم إلا القليل منه وعلمنا بذلك ضعيف تماما الضعف كما قال مولانا وما أوتيت من العلم إلا قليلا